ثاني نقولوا له بلي احنا دايرين برنامج المرافقه خاصه بالنسبه للخدمات التي تتطلب المرافقه. نقولوا له وضعنا تحت تصرفه وتحت تصرف المستهلك الجزائري هذه البوابه. اليوم وضعناها تكون في المواقع وسي المدير العام وراه. اذا كان ممكن توضعوها في الهاتف. نديروها في ابليكاسيون موبيل. ابليكاسيون موبيل يعني يستطيع المواطن من هاتفه يطلب هذه الخدمه ويتحصل عليها. اذا درتوها في الهاتف يعني انا مسيت كل الشعب الجزائري بدون استثناء. بالتالي فاعتقد بان وصلنا فقط في سنه باقل امكانات الى 15507 سجل تجاري. يعني 15507 وظيفه تم انشائها. هذا شيء رائع. بهذه المجهودات والتوافق مع كل القطاعات ومشكورين موجودين معنا اخواننا في الضرائب، اخواننا في الضمان الاجتماعي، اخواننا في وزاره العمل، كل القطاعات موجوده معنا، اخواننا في الدرك في الشرطه اللي راهم يرافقوا هذه العمليه. اعتقد وانتم صحفيين طامعين فيكم ان شاء الله انكم ترافقونا في هذه القافله باش توصلوا هذه فكره سجل متنقل في 120 نشاط باش تكونوا فال خير معنا، باش كثير من الشباب لو ينشط في النشاط الموازي ينخرط في النشاط الرسمي، وكثير من الشباب اللي يستهويه عمل حرفي انه يجي يدخل معنا وبالتالي يخلق نفسه منصب عمل، واكيد يخلق منصب عمل اخر. يعني ما تكلمنا على 15000 هذا حد ادنى، لان في بعض الاحيان يمكن عنده موظف اثنين معاه، يعني يمكن عدد المناصب اكثر. لكن احنا الهدف من هذه القافلة أننا في نهاية سنة 2023 نوصل على الأقل 50000 سجل تجاري متنقل. وأعتقد بتضافر الجهود خاصة أنتم إخواننا الصحفيين والمرافقة والمساعدة يمكن نصل إلى أرقام أكثر وأكثر. يمكن تكونوا أنتم معنا سبب في إعادة الأمل للشباب في إيجاد عمل وظيفة قارة دائمة بأقل كلفة. لأن احنا واش نطلبوا منه؟ بطاقة تعريف وطني و1000 دينار. حتى طلبنا من السيد المدير حتى اللي ما عندوش الله يسمح وزارة التجارة يتخلصها ما فيش مشكل. يعني تسهيلات كبيرة. احنا نشكر الحاج على المرافقة لأن احنا نعتقد بأن هذه المنظمة مهمة معنا، ونشكر أيضا إخواننا في الدرك والشرطة اللي راح يرافقونا ويرافقوا هذه القوافل. كما نشكر كل السادة الولاة عبر 58 ولاية على التسهيلات اللي قدموها واللي راح يقدموها للقوافل، لأن على مستوى الولايات تكون تحت إشراف السادة الولاة والسادة رؤساء الدوائر والسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية. إذا هذا هو التحدي، وإن شاء الله نطمح أننا نحقق أرقام على الأقل 50000، ولما لا أكثر. يقول لك لابيتي افيون مونجو، ان شاء الله تكون اكثر ان شاء الله. معالي الوزير تحدثتم عن اطلاق ارضيه رقميه اليوم بالموازاه مع عمدنا. اكيد احنا ارتئينا بان من بين اشكال المرافقه وتمكين المستهلك بمعلومات فيما يتعلق اصحاب السجلات المتنقله، لان لا يخفى عليك بان المستهلك يحتاج الى خدمه. في كثير من الاحيان يجد صعوبة في إيجاد من يقدم له هذه الخدمة، سواء كانت خدمة أو شراء. قلنا من بين التسهيلات هو هذه الأرضية، هذا التطبيق اللي راح إن شاء الله يكون في الهواتف النقالة، باش نسهل المستهلك إذا كان عنده مثلا يحتاج إلى تصليح ثلاجة أو تصليح مكيف أو تصليح أي شيء من هذا التطبيق يستطيع يتحصل. هذا التطبيق يعطي للمستهلك الطمأنينة والضمان في من سوف يقدم له هذه الخدمة، لأن عندما يدخل في الخدمة ويطلبها ستسجل. يعني فلان طلب خدمة فلان، وهذا الفلان احنا أعطينا له الضمان بأنه رسمي. حتى وإذا وقع إشكال كله مسجل عندنا، يعني من راح لهذا السيد وغير ذلك. لذلك احنا نتمنى من المستهلكين استغلالها. هي شكل من أشكال مساعدة التاجر المتنقل. يعني بين قوسين كلي راح نكريو له يعني نشاط، يعني طالب كوسيط بين المستهلك وبين مقدم الخدمه. فهذا التطبيق المجاني اللي ان شاء الله اليوم اطلقناه على الموقع
ان شاء الله في خلال ايام قليله سيكون عندنا هواتف النقاله باش نقولوا للشباب باللي ان هذه المهنه مكسبه. يعني ما يخفاش عليك المجهودات اللي بذلتها الدوله الكبيره وهذه المدن الجديده، هذه الاحياء الجديده في بعض الاحيان تطلب خدمه اصلاح ثلاجه او تلفاز، صعب يعني صعب حتى باش تنقليها وصعب باش توجدي من يقوم بذلك. احنا من خلال السجلات المتنقله نسهل. زيد على ذلك احنا عندنا وعود من طرف علامات كبرى في الجزائر في الكهرومنزلي انهم على تم الاستعداد لمرافقه الشباب اللي يدخل في هذا النشاط على قيام ببعض دورات تكوينيه صغيره باش على الاقل يعرف هذه العلامه كيف يتم تصليحها، يعني باش بوليفيكاسيتي. كل هذه الاشياء واضعينها اكيد بالتنسيق ان شاء الله فيما بعد مع زملائنا في الاتحاد، وبالتنسيق مع اخواننا في وزاره التكوين المهني، وبالتنسيق مع اخواننا في وزاره الماليه يعني الضرائب، ووزاره العمل يعني سواء كانت صناديق سي ان كناس او كاسنوس، بالتنسيق مع كل أجهزة الدعم الموجودة سواء على مستوى وزارة العمل أو وزارة اقتصاد المعرفة وستارت اب، إن شاء الله نوصل إلى الرقم الذي سطر لإخواننا المأمورين وصول إلى 50,000 تاجر متنقل على الأقل في نهاية هذه السنة إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم. شكرا. إذن مشاهدينا كان هذا تصريح